عايزة افهم منك يعني ايه متلازمة الضحية، وهل نقدر نقول ان ده مرض كبير بقى نطفش من الشخص اللي عنده متلازمة الضحية؟ طيب هو مش مرض ولا اضطراب، ولكن هي شخصية غير ناضجة، شخصية غير مستقلة، وتحت غير مستقلة دي محتاجين نحط تحتها كذا خط، لأن من علامات النضج الاستقلال، تستقلي عن أهلك، تستقلي تعرفي تعيشي لوحدك بشكل ناجح وتحققي نجاحات في الجانب المهني وفي الجانب الاجتماعي من غير الاستعانة بالآخر، هو ده مفهوم الاستقلال النفسي يعني. فهي شخصية غير ناضجة، شخصية غير مستقلة، شخصية عندها حيل دفاعية لا شعورية بتعتمد على إيه بقى؟ على التبرير والإنكار. فهي طول الوقت بتبرر، مش انا اللي عملت كذا، دي اختي، مش انا اللي عملت، مش انا اللي سقطت في الامتحان، الموضوع مش سببي خالص، ده المدرس مستقصدني، المراقب كان موترني، مش انا خالص، الموضوع مش عندي تماما. يعني طول الخط هي متبعه اسلوب التبرير، شماعه بتعلق عليها اخطائها، وبتتبع اسلوب الانكار. يعني مثلا البيت ولع بسبب ايه يا حبيبتي؟ انت سبتي البوتاجاز؟ لا هو اصلا ما ولعش، ده ممكن يكون الجيران ولا اي حاجه يعني، ممكن البيت او حد غيري عمل الموضوع، المهم مش انا يعني، الموضوع انا مش في المشهد يعني. فهي بتتبع اسلوب الانكار او اسلوب الايه؟ التبرير. طب ده بيحصل ليه بقى؟ بيحصل بسبب ان التنشئه الاجتماعيه بيبقى فيها مشكله، بابا وماما بيعملوا ايه بقى وهم مش واخدين بالهم؟ بيجلدوا جامد، لا ما بيساعدوهمش ان هم ياخدوا قرار، سواء بالتسلط الجلد او التدليل الزايد. المهم انت مش هينفع تاخد قرار لوحدك، القرار لازم يكون قراري. فاحنا هنا بنوجه رساله لاولياء الامور، ساعدوا اولادكم ان هم ياخدوا قرار ويتحملوا تبعاته. يعني انت مجرد دورك انك هتقول له خلي بالك في حفره، براحتك بقى عايز تقع فيها انت حر، بس انت هتتحمل نتائج وقوعك في الحفره. ما يجيش بقى بعد ما يقع في الحفره اجي اطبطب ودادي وادلل تدليل يخليه بعد كده بيدور على حد يعلق عليه اخطائه، او اقسو عليه جدا لدرجه ان هو يبقى طول الوقت مش عايز، لا انا بريء، انا اصلا خايف من التبعات، خايف ياخد القرار، محتاج حد يبقى معاه في اتخاذ القرار. وده برضو بينتج منه شخصيه بتبقى عايزه تعيش دور الشهيد او دور الضحيه على طول الخط. لا وشخصيه كمان فاقده الثقه بنفسها طبعا، ان من ضمن سمات الشخصيه اللي على طول عايشه دور الضحيه انه زيرو ثقه بالنفس، هو ما بيقدرش فعلا ياخد قرار لانه بيبقى عندهم القلق عالي جدا. لما القلق والتوتر بيعلى جدا جدا الثقه بالنفس بتقل، الادراك الذاتي بيقل طبعا، بيبقوا طول الوقت اعتماديين، مش عارفين يستقلوا بحياتهم المهنيه ولا الاجتماعيه. تمام. طيب انا عندي بعض الشخصيات اللي هي عايشه دور الضحيه تروح فجاه كده تلاقيها بعده عن الناس خالص، وراح قاعده في الركن بتاعها وما حدش يكلمها، لان هي هتدخل دلوقتي في الدراما بتاعتها، دراما كوين المود، هتروح داخله كده في الدراما والمود بتاعها، يا اما عياط يا اما اكتئاب يا اما عزله. او اللي على طول بيرمي كل حاجه على الناس ويلوم عليهم، انت السبب وانت ما عملتيش وانت ما سويتيش وانا البريء وانتوا كلكم اللي وحشين وانتوا كلكم اللي صعبين. هل ده معناه ان الشخصيه اللي بتعيش دور الضحيه في منها انواع كتير واشكال كتير؟ طبعا، ولكن احنا عايزين نوضح، وقت ما الشخصيه اللي بتعيش دور الضحيه بتاخد كورنر مود النكد والكآبه ده، هي ما بتبقاش عايزه تستقل، يا ريت والله كلنا كنا هنفرح لها، لا هي حتى في الجو ده وفي المود ده بتبقى عايزه جو معلشني شكرا، صعبانيات بقى. بس هنا عايزه معلشني بقى اوفر دوس. يعني اذا كنت في الاول انت بتدعمني وانا لسه ما دخلتش في مود الكآبه والنكد ودور الاكتئاب بشكل بسيط، لا انا عايزاك تبقى معلشني وتدعمني سبورت بقى، كان ده ايراد، يبقى ده 24 ايراد جدا بقى. وبالعافيه، بص انا هستغلك عاطفيا، هحسسك بالذنب وهحسسك ان انا قد ايه بقى مكتئب، وانت السبب على فكره، انت ما دعمتنيش، فانا هستغلك عاطفيا لدرجه انك تيجي بسرعه عايز تخلص من الجو دوت وتديني المعلشه اللي انا اصلا كنت بعمل الفيلم ده كله عشانها بالظبط. طيب هي ليها اشكال؟ طبعا. ممكن الشخصيه اللي هي تكون شخصيه بتعاني انها عايشه دور الشهيد او دور الضحيه على طول الخط دي، ممكن تكون حاسه بعقده اضطهاد، وممكن تكون هي اضطهاد من كل اللي حواليها. بصي، اي اضطراب لسه ما وصلش بدرجه معياريه، احنا بنقيس كل سلوك، فلسه لو السلوك ما طلعش بدرجه انه اضطراب فهو سمات شخصيه. يعني احنا لو قسنا الشخصيه المضطهده دي بدرجه معياريه طلعت انه لسه ما وصلش للاضطراب، وليكن مثلا درجه الاضطراب بتطلع عند 10، هي عملت 8. طبعا الحاجات اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي بتبقى حاجات بيعملها الناس المختصه بالظبط، لازم الشخص نفسه يستشعر ده او اللي حواليه ويودوه لحد مختص عشان يقول هو ده اضطراب ولا مجرد بالزبط. بس سلوكيات هو بيتخذها بالظبط. بس احنا اذا سجلنا عند الشخصيه دي رقم 8
هي كده مش مضطربه، ولكن سماتها قربت خالص. سماتها كده، صفاتها كده، هي شخصيه بارانويا، لكن هي مش مرض بارانويا. يعني هي بتعيش عقده الاضطهاد، لكن هي مش لسه ما وصلتش للمرض النفسي اللي تحتاج تدخل حد متخصص، لكن هي سماتها كده. وقيسي على كده بقى كل حاجه، يعني مثلا الشخصيه الاكتئابيه هتلاقيها برضه نفس القصه، تلاقي كده ايه، تقول لك بص دي فورمتها فورمه نكد. يعني هي مش محتاجه دواء، بس معروف الدخله بتاعت ايوه دخلت في مود الكآبة اهي. هتعمل فيها بقى كل الافلام بتاعتها، فالناس بتبقى حافظت الطريقه بتاعتها بالظبط كده اهوت. فاحنا عندنا اول حاجه من انواع الشخصيه اللي بتعاني من الضحيه انها ممكن تكون بتعاني من عقده الاضطهاد. جيب لك من الواقع على فكره. ايوه طبعا دعاية. احنا نجيب لك من الواقع ما تلاقيش. ايوه ممكن تكون بتعاني من عقده الاضطهاد، او ممكن تكون هي اصلا عندها اضطراب تاني. ممكن يكون الاكتئاب يعمل كده، لو هي مكتئبه اصلا، يعني شخصيه اكتئابيه اساسا مصنفه كده ممكن يعمل كده. ممكن لو شخصيه هستيريه، على فكره الشخصيات الهستيريه احنا اتكلمنا معاها قبل كده، اتكلمنا عن القصه دي قبل كده، ان الشخصيات الهستيريه دايما بتبقى محتاجه الدعم الخارجي، في مبالغه، في مبالغه في الدعم الخارجي، فممكن تكون حاجه كده يعني. لكن كل ده طالع بسبب ايه؟ التنشئه الاجتماعيه، مش جينات وراثيه على فكره.